شهاداتي أبدأه أحضره من الخطر. زيادي تهور عاقبة التهور. إذن الشم والشرن ثلاثة أسنان ثاني واحد قانون السير جوج. ملي مشينا دخلنا المستعجلات ما لقينا ما عندهم والو، ما عندهم لا اسعافات الاوليه، ما عندهم لا خيط باش يخيطوا، ما عندهم لا يودو، ما عندهم لا بيدادين لا مسكر. بقينا مسيبين تما العائله صغيره، الدم كينزف منا، الوجه ديالها مرزي. او يا تجي واحد العائله مازال صغيره ان شاء الله عندها شي 15 ولا 16 سنه كتلعب لها في الوجه ديالها، عملت لها الخياطه ديال المطارب، رزتنا وجهنا. حنا مشينا نعالجوا العائله، لقينا العائله زادت وتشوهت على الضربه اللي كاينه في وجهها. ايوا من هذا المنبر هذا حنا خصنا الاطباء اللي غادي يقابلوا لنا ولادنا واللي غيخدموا في ذاك المنصب هذاك، خصنا الاطباء يكونوا في المستوى اللي ما يضحكوش على الشعب، ما يكذبوش على الشعب. حنايا العائله ديالنا مشينا نعالجوها، صدق خرجنا بالعائله مرزيه الحمد لله. لقنا ربي مع واحد ولد الناس، واحد الدكتور محمد ربان، هو اللي الحمد لله اللي عالجنا شويه الامر وصلح داك الشيء. راه دار مجهودات كبيره، فهمتي، راه تقريبا 5 ولا 6 ساعات هو في مستشفى خاصه باش صلحنا الدريه. ها هي العائله مسكينه دابا شويه، اما في الاول كانوا رزوها لنا في ديك الصانيه درمل، زعما دعوه الله وصافي اللي كان السبب. وفوق هذا الشيء كامل خيطوا لا بلا ما نقاو لا، خلاو لا مازال الطروفه ديال الدجاج كاينين من داخل، ملحه من داخل. تينا تخايل كتخيط العائله وهي عندها طروفه ديال الدجاج من داخل، ما نقيتي لا شي حتى الضربه، ما جبتي لاش حتى بيطادين وتنقي لها مزيان باش عاد تخيط لها. حشومه وعايب هذا الشيء، هذا ما خصوش يكون عندنا في سبيطار كبير. هذا سبيطار راه كنتباهاو به في وسط المدينه، وسبيطار ديال الشعب ديال الدوله، وكتخرج له ميزانيه كبيره. هادشي هذا حشومه وعيب عليكم. فوق هادشي كامل كاين شي رجال الامن تما وشي سيكوريتي ما كيعرفوش يتكلموا مع الناس، الناس مخلوعه ومريطه، وهما كيزيدوا يدفعوهم ويتعداو عليهم ويحقروهم. علاش هادشي هذا؟ من هاد المنبر هذا كنطلب مسؤولين كبارين خصوصا الطبيب الكبير ديال الصانيه درمل، فهمتي، هذا كنطلبوا بان يعدل الناس اللي في المستوى اللي غيخدموا الشعب، اللي كيأديوا اليمين ديالهم بصدق، هذوك هما اللي خصنا يخدموا. اما اللي كيتعداو على الشعب وتعداونا على هذه العائله مسكينه، الدعوه بهم لله، كندعوهم من الله اللي خيطوا لهم فوق الدجاج. دابا حنايا كنتسناو هي الضربه دبره شويه وما يبقاش النفخ باش نعرفوا شني كاين. دابا العائله هاهي بغارتكم، دابا مزيان النفخ ما بقاش، ولكن عاملين مع الطبيب التجميل غدا ان شاء الله، الله يجازيه بخير. محمد ربان هو اللي غدا عاملين معاه، غادي يشوفها ويزيد يقول لنا شنو غادي يكون من بعد، حيت دابا راه عندها كل سيمانه حصه، والله يجازيه بخير. ديك محمد ربان قال هو اللي غادي يتكلف بها. كنشكر بزاف، وما كنتي كنتوقع هيدا، حيت الثانية درمل ما كانتش مزيانة، واخا فيها الأطباء مزيانين، ولكن ما وقف معايا حتى واحد. هذيك العائلة باقا صغيرة وما فيها ما يتشاف، كتمشي كتضيفهم كيصوني وهي كتعدل لي، وما يعني ما كنخصها تحترم، العائلة باقا صغيرة. وانا كنشكر الدكتور محمد ربان هو اللي دواني، وباقي عندي الحصه، كل سيمانه عندي حصه بالليزر، وكنتمنى يساعدني محمد ربان في هاد الاوقات اللي انا دابا باقا عندي مرطبه، وباقا ما معالجاتي مزيان. حافظ على صحتك. أربعة. احمي جسمك نص الشعري لتصاحبك سلامة. نص التقويم طفل ودواء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.